عودة إليكم مشاهدينا لفاضل، والآن ننتقل إلى القطاع الفلاحي الذي يعول عليه كثيرا لكسب رهان تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والتحديات التي تواجه هذا التوجه، نتطرق إليها اليوم والعينة من ولاية أشلف مع ضيفتنا لهذا الصباح السيدة أحدادي بسمينة، رئيسة مخبر ومسؤولة عن ملف الحبوب بالمحطة الجهوية شلف. صباح الخير، شكرا لك على قبول الدعوة سيدتي. صباح الخير الأخت، ومرحبا بكم، نسعد يعني باستضافتكم لنا. نعم، إذا نبدأ حديثنا بالحديث عن تحضيرات الموسم الفلاحي 2023-2024، وما هي تحضيراتكم لحملة الحرث والبذر؟ فيما يخص الموسم 2023-2024، هو موسم ينطلق من نهاية حملة الحصاد والدرس، يعني التحضيرات تكون قبل يعني بأشهر تسبق هذه التحضيرات تسبق هذا الموعد. فيما يخص هذه التحضيرات، يعني كمعهد وطني لحماية النباتات نقوم بعقد اجتماعات على مستوى المديرية العامة، وحيث في هذه الأثناء وبالضبط اليوم تنعقد ورشة عمل لتدوم يومين، من خلالها راح نناقش جميع الصعوبات اللي تلقيناها واجهناها في الموسم الفارط، ونخرجوا بحلول اللي من شأنها رايحة تساعدنا في التحضير للموسم الجديد. نعم، ما هي الإمكانيات المادية والبشرية والوسائل التي ستكون مسخرة لانطلاق هذه الحملة؟ فيما يخص الانطلاق لهذه الحملة، يعني وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تسعى دوما على وضع خارطة الطريق اللي نمشي عليها نحن كإطارات في الميدان. من بين هذه التحضيرات هي وضع وتوفير الأسمدة والمبيدات الفلاحية الخاصة بالحبوب لإنجاح هذا الموسم التي من شأنها الرفع من الإنتاج، أيضا توفير العتاد الفلاحي اللازم لخدمة الأرض، أو أيضا العتاد الخاص بعملية السقي، أيضا توفير بذور لتكون بذور معالجة، منتقات صافية من جميع الشوائب، معالجة ضد الأمراض الفطرية، ومعالجة أيضا ضد الحشرات باش ما تسبب لناش مشاكل فيما يخص مشاكل يعني في عز الموسم الفلاحي. أيضا فيما يخص التحضيرات، هناك أيضا وضع يعني الدولة تسعى لوضع يعني توفر للفلاحين بذور خاصة، بذور منتقات صافية اللي تكون مقاومة للجفاف، يعني راكم تلاحظوا أنه في ظل التغيرات المناخية بدينا نشوفوا أنه بعض الأصناف من البذور ما بقاتش تقاوم منا الجفاف، يعني هنا الدولة تتدخل وتضع يعني تضع لصالح الفلاحين بذور تكون مقاومة للجفاف، مقاومة أيضا للأمراض والحشرات. نعم، طيب بما أننا نتحدث عن الوسائل والإمكانيات التي سخرتها الدولة لموسم فلاحي جديد، موسم 2023-2024، نتحدث أيضا عن واقع استخدامات التكنولوجيات الحديثة والعصرنة في ولاية أشلف في القطاع الفلاحي، خاصة أن اليوم الجزائر تتجه إلى الزراعة الذكية. تتجه إلى الزراعة الذكية وتتجه إلى الزراعة المستدامة. نعم. يعني لأن الزراعة المستدامة أصبحت ضرورة حتمية، لأنه خصوصا عند استعمال الموارد المائية، وعلى بالك بلي الموارد المائية يعني ممكن في بعض المناطق الخاصة في الشمال، نتكلموا على الشمال، لأنه الشمال فيما يخص زراعة الحبوب يعتمد على الزراعات المطرية بالدرجة الأولى. حوالي مساحة حوالي 80% من الزراعات تعتمد على الزراعات المطرية في الشمال، لذا حنايا هنا نعتمد على الري اللي يكون بصفة عقلانية، اللي نحافظوا بها على المياه الجوفية والمياه التي مستخدمة في الري، بدون أن ننسى أنه الأجيال القادمة راح تستعمل نفس الموارد اللي ما لازمش احنا في الوقت الحالي اللي نستعملها بتبذير أو بصورة غير
طبيعية. لذا تدخل بعض التكنولوجيات، بعض الأبحاث العلمية راهي تدخل في الميدان لضبط هذه الأمور اللي ما لازمش تخرج عن نطاق العقلانية. نعم، اليوم هناك العديد من الإصلاحات القانونية والقوانين التي تمنح تسهيلات عديدة للفلاحين وللمستثمرين في القطاع الفلاحي. ما مدى أو اليوم ما هو واقع هذه التسهيلات وكيف يستفيد منها الفلاحون والمستثمرون بولاية شلف؟ هي على العموم بولاية شلف وبجميع الولايات المتخصصة في إنتاج الحبوب هناك أنواع من الدعم اللي تقوم به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الدعم الفلاحين فيما يخص اقتناء البذور، فيما يخص الأسمدة، يعني هذا التدعيم رايح يساهم في إنقاص الفاتورة على الفلاح، يعني ويحفزوا أنه يقوم بزراعة أراضي مساحات كبيرة وباستصلاح أراضي خصوصا في المناطق الصحراوية. يعني المرافقة التقنية من وزارة الفلاحة اللي يعني عبر الإطارات المنتشرة عبر كامل التراب الوطني راح تخلي الفلاح أنه يستثمر في هذا القطاع ويزيد يكثر من المساحات الفلاحية، خصوصا أنه هذه الشعبة شعبة الحبوب راح تشهد تحديات كبيرة في ظل الأزمة الغذائية اللي راح يشهدها العالم بأسره، خصوصا فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، الأزمات والتغيرات المناخية اللي راح يتنقص لنا من قيمه الغذاء للسكان. نعم، التغيرات المناخيه الاخيره التي شهدتها الجزائر كانت لها تاثيرات سلبيه على المحاصيل الزراعيه وعلى القطاع الفلاحي بصفه عامه. طيب كيف كان تاثيرها بولايه شلف؟ فيما يخص التغيرات المناخية نقصد بها الجفاف، الجفاف يعني هي نقص في تساقط الأمطار، سواء النقص بكميات كبيرة أو التذبذب في توزيعها يعني كما ونوعا، أو نقصد بها أيضا الفيضانات اللي قد تكون في اللي تكون في غير أوقاتها. فيما يخص منطقة شلف هي منطقة تقع في شمال الجزائر خضعت لنفس الظروف المناخية اللي هي تذبذب في تساقط الأمطار خصوصا في المراحل الأولى من نمو النبات، يعني لازم تعرفوا باللي نبات القمح يحتاج في بعض المراحل من نموه يحتاج إلى كمية معتبرة من الأمطار. نعم. يعني هذه الكميات تكون موزعة كل مرحلة والكمية اللي تحتاجها، مرحلة النمو راهي تحتاج كمية معتبرة، مرحلة التفرع والاستطالة كذلك، وعندنا مرحلة حساسة في السابق اللي هي مرحلة التعمير يعني نسموها الغومبليساج دي غران. هذه المرحلة يعني هذه المراحل اللي شهدنا فيها تذبذب الأمطار بسبب تغيرات المناخية كان عندنا تكملة لهذا المشكل باستعمال الري التكميلي. نعم، الري التكميلي يعتمد عليه كثيرا كوسيلة من وسائل الزراعات الذكية من جهة لمساهمته الكبيرة في تحقيق الانتعاش الزراعي، ومن جهة أخرى أيضا للحفاظ على الأمن المائي في الجزائر. ما مدى استخداماته في ولاية شلف؟ الري التكميلي تم استخدامه خصوصا في هذا الموسم نظرا لشح الأمطار لقلة التساقطات المطرية، تم استعماله في بداية الموسم لتحفيز إنتاج البذور وبالتالي خروج النبات بصفة سليمة، وتم استعماله أيضا في مرحلات جد حساسة في هذه المرحلة تم استخدامه يعني أكثر من المواسم السابقة نظرا لانعدام الأمطار. نعم، شكرا لك حدادي ياسمينة، رئيسة مخبر ومسؤولة عن ملف الحبوب بالمحطة الجهوية أشلف، على هذه المعلومات والتفاصيل حول مستجدات الموسم الفلاحي الجديد 2023-2024 بولاية شلف. شكرا لك. شكرا مشاهدينا.